لكل حلم جميل نهاية، ونهاية هذا الحلم هي مباراة فاصلة بين البرازيل يعني تشكيلة رائعة وتشكيلة كبيرة أمام السنغال، الذين حاولوا في مدار هذه البطولة إلى أن وصلوا لدور تاريخي بالنسبة للفرق الإفريقية، ولكنهم الآن اصطدموا بإسبانيا فخرجوا، ثم يصطدمون الآن بالبرازيل على مستوى المركز الثالث والرابع. أراك بعد الانترو، والماتش هيبدأ كذا كذا. يلا أشوفك على خير. أشوفك على خير، زيك المفروض كنت أقولها أصلا في الحلقة في آخر الحلقة، ولكن يعني حيا بنا. إذن البرازيل بكل يعني بكل اللاعبين يلعبون هذا اللقاء، والسنغال يعني ضحت كثيرا في البطولة، إصابة ساديو ماني، إصابة أيضا من يعني من أصيب هنا، كرة لداي على مستوى الجبهة ملعوبة بشكل جيد جدا لدريساغي، هنا إسماعيل صار ولكن فاول، يستفيد منه بفاول في مستوى حراسة المرمى عندنا إيدرسون، هنا إسماعيل سر ولكنها مرت من إسماعيل صار إيدرسون يلعب الكرة للأمام، إيدرسون شيخو كوياتي يتفوق على المهاجم جابريل خيسوس في المواجهة الرأسية، هنا نيمار، نيمار يقع كوياتي، هل كانت إفريقيا تحلم بأن يكون لديها واحد من هدافين البطولة؟ 8 أهداف ديالو، يعني حلم يجب علينا أن نحلمه، يعني حلم مشروع. فهي كرة قدم في الأول والأخير، هنا كرة لديديوف ولكن يعني تخرج الكرة خارج الميدان، هنا إسماعيل صار، بوناصر، ثيوبي، يذكرنا التشكيل بتشكيل المنتخب السنغالي في مباراة المكسيك. داي يعني تمريراته تشعر أنها موجهة، هنا الكرة لدوغلاس، فيليبي، ريني لودي، فريد، نيمار يلعبها لفريد مرة أخرى، فريد سريعا يلعبها فريد لداني، داني ألفيس الكابيتانو هنا في أرضية الميدان على ما أظن، ولكنه يعني ليس الكابيتان، وهناك ماركينيوس يعني مفاجأة هنا، ما الذي يحدث يعني هل صار الوضع إلى هذا الحد يعني ماشي، هنا الكرة للودي مرة أخرى، للودي فعل الأوفرلاب تفعل كثيرا في منتخب السنغال، يلعبون عليها يعني لعبها كثيرا مراتا في المباراة الماضية كما رأيناه، إذا مرت هذه الكرة لم يكن ديالو ليتركها إلا وهي في المرمى، هنا يعني ديالو كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ إفريقيا بأن يكون يعني من هدافين كأس العالم يعني وهدافين التاريخيين للأفارقة في كأس العالم، 8 أهداف، 8 أهداف كثير جدا، هنا كرة والمرور، دوغلاس لويز ترسل كرة لفريد مرة أخرى، هنا يا سلام انجلودي، يا سلام، ولكن فاول من مكان يسددها نيمار في المرمى ولكن ترتطم في الحائط، اذا يعني الاقدار الان تشير الى كثير من المؤشرات، يعني تضيع مثل هذه الكرات التي لا تضيع في العادي في اللعب، هنا كرة لبوناصار، بوناصار يريد المرور، بوناصار قطع الكرة من نيمار، بوناصار يمرر الكرة، بوناصار ولكنها تمريرة سيئة، يا بوناصار أرادها ديالو أعطيها لديالو، ماذا تريد؟ هنا كرة تغيير للجبهة تمرر الكرة بشكل جيد جدا لفيرمينو، انقاذ للكرة ايضا، فيرمينو لم يشارك في كأس العالم هذا العام هذه السنة، شيخو كوياتي فاول، ليس فيها فاول، قم يا ديالو لعبها نيمار للأمام، لعبها ديار لجابريال خيسوس، كرة في الأمام لديالو ولكنها في الخارج، إذن أيها السيدات والسادة
حتى الآن المباراة يعني ليس فيها أهداف، ليس فيها أي شيء. هنا إسماعيل أسار ديالو لإسماعيل أسار، الله على هذه الكرة، الله عليكم يا برازيل أفريقيا، يا يعني يا من تلعبون مباراة تاريخية هنا في أرضية الميدان على المركز الثالث والرابع، لم يفعلها أي إفريقي على الإطلاق. هنا هنا جاي 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 جاي، ولكن ثيوب يعني رأينا تألق المنتخب. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث هنا؟ الحكم يعني يصمت، الحكم يصمت، ما هذا؟ يعني انها فضيحة، وهذه تحسب فاول، يعني ما حدث في المرة السابقة ليس بفاول وهذه فاول، يعني انها من عجائب التحكيم في كأس العالم. حسنا إيدرسون على التنفيذ، إيدرسون يخرجها، بونسار يخرجها، ديالو يفعلها، هنا كرة والمرور، كرة والمرور، وبأي ثمن يعني فعل هذه الكرة، بأي الأثمان يعني كان عليه أن يوقف هذه الهجمة المرتدة، لأن الحارس كان مغادرا لمرمى. هنا بونسار، ساني بونسار، بونسار مر بونسار ولكنه لا يمر من نيمار، لا يمر من نيمار. بونسار مباراة حتى الآن يعني هادئة الريتم، فيها خطورة على مستوى المنتخب السنغالي، وليس هناك خطورة تذكر يعني من البرازيل. السنغال تلعب مباراة منظمة، تلعب مباراة جيدة في غياب الكثير طبعا من نجوم الفريق للإصابة، من فريق بالدي. أوه كوليبالي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الكرة، ولكنه ماركينيوس لا يخطئ في هذه الكرة. هنا ثيوبي، فريد، نيمار، نيمار، إدريس جاي يلعبها ليو، إسماعيل أسار، إسماعيل أسار يلعب هذه المباراة التاريخية. هؤلاء اللاعبين كتبوا أساميهم بذهب، يعني هذا السيناريو، والله لو حدث هذا السيناريو يعني تفرج على أفريقيا، تفرج على المنتخبات الإفريقية، وما يعني الزخم الذي ستفعله أفريقيا بعد بطولة مثل هذه وسيناريو مثل هذا، أن تفوز السنغال ولا تصعد يعني ولا تخرج من البطولة. هنا ديال، يا ديالو، حتى هذه الكرة، حتى الانفرادات تأبى إلا أن تضيع على المنتخب الكبير، المنتخب السنغالي. هناك كرة والضغط، ضغط، ولكن المنتخب البرازيلي يعيد الكرة مرة أخرى، يلعبون على يعني تفضية المساحات، ولكن انظروا يعني يا سلام كوليبالي بشكل أكثر من رائع. هنا نزول لكاسيميرو لربط منتصف الميدان، كاسيميرو يريدون أن يعني يقللوا من الضغط يعني الذي يفعله المنتخب السنغالي على الفريق البرازيلي، حتى فابينو لا يستطيع المرور بالكرة. ضايع دوية، هنا كاسيميرو وال يعني أيضا كرة في الأمام، تصويبها من فريدا، ماذا جاي؟ يعني فاول، والله من مكان خطير، والله من مكان خطير، يفعلها نيمار، يفعلها نيمار كثيرا، يفعلها نيمار كثيرا. هنا الكرة واللعب في الهدف، إذا هي مهارة فردية، إذا لم يتم القضاء على الحلم الأفريقي إلا بالمهارات الفردية. هل يستحوذوا على البرونديا؟ ما زال هذا الحلم يطارد إفريقيا بالكامل، والله يعني إنها هزيمة موجعة، إنها هزيمة موجعة للحلم الإفريقي، يعني حلمنا حلم، حلمنا حلم، ولكنه موجع حتى في يعني العالم الافتراضي موجع. هنا كرة لديالو، ديالو النجم، ديالو النجم، إيدرسون، إيدرسون كبير هذا الحارس، كبير هذا الحارس، كان مرورا كبيرا، كان مرورا كبيرا، كان مرورا رائعا، ولكن يا سادة يا سادة، والله إن السنغال تلعب مباراة العمر، والله تلعب مباراة كبيرة هنا على مستوى يعني
الأداء على مستوى اللياقة البدنية على مستوى الضغط على البرازيل، يعني يحرجون البرازيل في هذا اللقاء، يحرجون البرازيل في هذا اللقاء. نزول لين يانغ، إدريسا يلعب الكرة في الأمام لثيوب، ولكن يعني اللياقة والسرعات أيضا للتدريبات الشاقة يلعب ومعتاد عليها جميع لاعبي البرازيل، يعني جميع لاعبي البرازيل يلعبون في مستويات عليا جدا على مستوى الدوريات الأوروبية. هنا كرة في الأمام، هنا كرة في الأمام، فيها فاول، فيها فاول في الخلف، فاول في الخلف لصالح المنتخب السنغالي. شيخو يلعب عليه بونا سار ساني يوب، تعادل، والله إنه حلم، تشعر أنك تحلم، تشعر أنك تحلم. هنا إدريسا جاي، إدريسا جاي، انظر انظر إلى هذا، انظر إلى هذا الهدوء، كرة مرت فعلها إدريسا جاي بوجه القدم في المرمى، لم يراها إيدرسون إلا وهي في المرمى. كرة في الأمام، كرات في الأمام، كرات في الأمام، وهجوم يعني وزخم كبير يريده الفريق البرازيلي. هنا ساني، 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 قم يا ساني، قم يا ساني، إخراج الكرة للأمام. هل نصل إلى الأشواط الإضافية؟ ماذا؟ هل نصل إلى الأشواط الإضافية؟ ماذا؟ والله ما حدث كان خطر، كان خطر، يعني لابد أن تخرج الكرة يا كوليبالي، يعني لا تستطيع أن تسيطر عليها في وجود لاعبين مثل فيرمينو، جابريال خيسوس، و يعني أيضا نيمار طبعا في خط الهجوم للمنتخب البرازيلي. هنا كرة في الأمام، كرة في الأمام، كرة في الأمام، ولكن تصل إلى إيدرسون في النهاية، لا تصل الكرة لديالو في هذا اللقاء، لا تصل الكرة لديالو في هذا اللقاء. هنا كرة في الأمام، جابريول، جابريول خيسوس، إدريسا فاول، مش فيها، يعني لو عايز تكسب البرازيل قل لي، الحكم لو عايز يكسب البرازيل يقول بكل تأكيد يعني تريد أن تنتصر البرازيل، ولكن في مباراة تاريخية يحصل إدريسا جاي بطاقة الوصول إلى الإكسترا تايم. بونسار كوليبالي، شيخو كوليبالي ساني، بونسار، آه على هذا الضغط، أها على هذا الضغط، أها على هذا الضغط، أها على هذا الضغط، أها على هذا الضغط، يلعبون بفيليبي في مراكز الهجوم. هنا ثيوب، هنا ثيوب، إدريسا جاي، ولكن الكرة لا تصل حتى الآن، لا تصل الكرة، لا تصل الكرة، الكرات الممررة سريعا والكرات العالية. هنا نيمار يشعر أيضا بالإجهاد. هنا نزول لألكساندرو، تاريخي ألكساندرو، تاريخي ألكساندرو. ساني يرسل الكرة لفيرلان مندي، إدوارد مندي عفوا، كوليبالي من أسوأ اللاعبين على أرضية الميدان. كوليبالي، كرة تمر، ولكن فيرمينو يشعر بالإجهاد. هنا لا يستطيع الجري على قدمه فيرمينو. إسماعيل صار يمر بالكرة، تمر بالكرة لنيانغ. هنا يا الله يا الله، حتى هذه الكرات صعبة، حتى هذه الكرات صعبة، يفعلها كوليبالي، يفعلها زاي، يا كرة لنيانغ، كرة لنيانغ، كرة لنيانغ، ولكنه إيمرسون، لسه نازل إيمرسون، لسه نازل إيمرسون لتجديد الطاقة والحيوية لدى اللاعبين المنتخب البرازيلي. هنا بونسار، ولكنه نيمار، نيمار يعقد بونسار وإسماعيل سار في الهجوم. هنا كرة، هنا كرة، هنا كرة، هنا كرة، هنا كرة، ولكنه ساني، يعني اعطيني الهجمة، اعطيني الهجمة سيد الحكم، ولكن يعني
تحكيم سيء في هذا اللقاء. يعتقدون أن هذه المباراة لن يتفرج عليها أحد، يعني لن يشاهد أحد، لن تكتب في تاريخ أحد. كوليبالي ولكنه ماركينيوس، شيخو كوياتي، خرج الكرة للأمام، لا تصل لأحد. يعني من اللاعبين الذين يشعرون بإجهاد شديد هو إدريس أجي نجم المنتخب. ديالو، ماذا أضعت يا ديالو؟ ماذا أضعت يا ديالو؟ هجمة فيها آمل جميع الأفارقة، كم مليون، يعني كم مليون إفريقي ينتظر هدف، كم مليون إفريقي ينتظر. أوه، فيليبي هذا المدافع يلعب الآن في أرضية الميدان كمهاجم. هنا يعني في حاجة هم أيضا إلى الفوز بكل تأكيد. هنا كرة بوناسار ولكنها تستقر في النهاية لدى الحارس إدوارد كوليبالي. يخرج الكرة بسرعة لداي. فابينو لا يشعر بالإجهاد. فابينو كذلك. كوليبالي يلعب للشيخ كوياتي ولكنها أقوى من اللازم يا شيخ كوياتي. أنت ترى ثيوبي لا يستطيع أن يجري لثاني مرة. الصعود إلى أدوار إضافية بالنسبة للمنتخب السنغالي. كذلك أظن أنها المرة في ماذا يا ديالو؟ ماذا تريد يا ديالو؟ هنا روبرتو فيرمينو. إسماعيل صار يا الحكم أيضا لم يحسب هذا الفاول. كان هناك فاول الخط. إسماعيل صار الله إيدرسون وكانت هجمة أخيرة أصب فيها إيدرسون. يعني هدفين يعني إلى ركلات الترجيح. يعني لا يوجد هناك لاعب يتميز وتستطيع أن تقول أنه يتميز قولا قاطعا في ركلات الترجيح لدى الفريق السنغالي مثل نيمار. يعني مثلا في الفريق البرازيل الجميع يصور. هنا ديالو. اوكي يا ديالو، حسنا يا ديالو لا تقلق. إذن نظل اللاعبين على مستوى الدوري الإنجليزي. يضيع هذه الكرة. يانغ واحد صفر. نيمار أفضل مسددين ركلات الجزاء، من أفضلهم في العالم. الجميع ينظر إلى نيمار. الجميع ينتظر كرة طبعا تسدد في المرمى. نيمار. إسماعيل صار. في الخارج إسماعيل صار. هنا فيرمينو روبرتو. ومندي. كان معها مندي. هنا ضاي. ولكنها في القائم مرة أخرى. هنا فريد يريد الحصول على هذه الركلة. يا سلام. وجب عليه إحرازها ثيوب. هذه الكرة.
حسن انتهاء الكلمة بأقسى شكل ممكن وبأقسى طريقة ممكنة. يعني علمنا أن نفوز بميدالية إفريقية هنا، علمنا أصلا بصعود يعني منتخب السنغال إلى هذه الأدوار، ولكن إنه المركز الرابع، إنه المركز الرابع. ديالو أبدع في هذا اللقاء، إدريس هاجي أبدع أيضا في هذا اللقاء، ولكن ميندي أيضا أبدع في هذا اللقاء. ولكن يا سادة، ماذا نريد أن نقول للأقدار؟ يعني الأقدار كتبت علينا، وفرنسا بطل كأس العالم للمرة الثانية على التوالي فعلها الفريق الفرنسي. إذن لديهم 3 كؤوس عالم إذا مشى الأمر بهذه الطريقة. وبكل تأكيد يعني لو بصينا على تصنيف الأهداف، سيكون بنزيما ثم من بعده ديالو في يعني روعة فعلها الفريق السنغالي، المنتخب السنغالي. إذن يا سيدات والسادة، كانت مباراة كبيرة، كانت مباراة رائعة، ولكن لم يستطع الفريق السنغالي أن يحرز أهداف تجعله يفوز بهذا اللقاء. إذن أراك على خير في الحلقة القادمة من برنامج آخر. أم ماذا؟ لماذا يا ماني لم تكن مشاركا في هذا اللقاء؟ يا سلام. إذن يا سيدات والسادة، أراكم على خير، والسلام عليكم.